أين أنا؟ ومن أنتم؟ أما أنا فاسمي شاس ابن قيس، من زعماء اليهود ومن أغنى أغنيائها. كدت أن أؤجج نار العصبية بين الأوس والخزرج، ولكن محمد أطفأها. نعم فشلت، ولكني أعود الآن بمنتهى القسوة والقوة، فأنا أقوى الآن بأموالي وأعلامي ومن يسيرون خلفي من رجالكم ونسائكم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما